كان مناصرا وفيا قبل أن يتحول إلى مسؤول في فريق شباب الوزداد. أحب ألوان الفريق فاقترن اسمه بأزهى الفترات التي مرت على النادي. إنه الرئيس الأسبق محمد الفقير، محبوب الجماهير ورجل المهمات الصعبة. تميز بتسييره المحترف وقدرته على إقناع أفضل اللاعبين لتمثيل النادي، وساهم في إضافة لقبين إلى خزينة الشباب. ففي موسم 95، وبينما كان أنصار بالوزداد يطمحون للاحتفال بلقب بعد غياب طويل عن التتويجات، استلم الفقير منصب الرئيس وقاد الفريق نحو الهدف المنشود، فتوج رفقة النادي بخامس كأس للجمهورية. وفي عودته من جديد لترأس الفريق عام 2001، توقع المتابعون لشؤون الكرة في الجزائر أن يقدم الرجل موسماً متميزاً مع الشباب. محمد الفقير لم يخالف التوقعات وبادر باصطياد العصافير النادرة لتدعيم الفريق، كما حافظ على ركائز الفريق خلال الميركاتو لينهي الشباب الموسم بطلاً للدوري حينها. محمد الفقير الرجل الذي لم يتردد في خدمة الفريق ودعمه بأمواله الخاصة من أجل بلوغ التتويجات، فارق الحياة عام 2014 تاركاً وراءه سجلاً ثرياً من النجاحات، ليظل اسمه مقترناً بألوان فريق أحبه منذ نعومة أظافره.